السلام عليكم. كلشي تفرج في افتتاح ديال كأس العالم من قطر، كلشي شاف المونديال كيفاش داز، كلشي كيفاش شاف الأدب والأخلاق ديال دوك الناس، كلشي شاف التنظيم، الأمن، التسيير، المعاملة، أي حاجة تقدر توقعها شهد العالم كله ليهم بها. ما كانت حتى شي حاجة سلبية، ما كانت حتى شي حاجة تقدر تعقب عليها، رغم المحاولات اللي كانت كثيرة 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 باش أن المونديال ديال قطر ما ينجحش. وبهاد النقطة هذه وهاد الجملة اللي بديت وبهاد الإكسترا اللي بديت فيه، غادي نجي ندير واحد المقارنة بين افتتاح مونديال قطر وافتتاح بطولة الشام الجزائر. كل شيء شاف افتتاح قطر كيفاش بدأ، قراءة آية من كتاب الله تدعو إلى التعارف والتعاون بين الشعوب والأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. هذه أخلاق دي الناس اللي مربية، كيفاش كيبداو الشام، كيفاش بداو المونديال، وكيفاش أن افتتحوا به ونجح لهم كل شيء، لأن كل شيء بدأ بالبركة، كل شيء بدأ بما تيسر من القرآن، والحمد لله توفقوا وكنحييهم من هذا المنبر هذا على أي حاجة قدموها للعالم. اجي 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 تشوف واحد عطانا سيدي ربي واحد الجيران عندهم نص عقل، نص عقل، هي المساحة كبيرة ولكن عقل، تقولك أجسام البغال وعقول العصافير. داروا افتتاح ديال الشام الجزائر، نورمالمون اللي كان المغرب غيشارك فيه، واخا هو ماشي شي حاجه، انا بالنسبه لي ماشي شي حاجه، وعجبني الحال من ما مشاش المنتخب الوطني يشارك. داروا جميع المحاولات ديال العرقله باش ان المنتخب ما يشاركش. المنتخب الوطني محقو يمشي في الطائره ديالو الرسميه، لان الطائره كتمثل المنتخب الوطني. هما ما بغاوش غير كسير تونس جي في الطياره التونسيه، حنا ما كنمثلوش تونس، حنا تونس حتى هما تبارك الله عليهم ما شاركوش. ولكن الكارثة اللي كانت هو أن بداو الافتتاح بطريقة سيئة بزاف. احنا ما شاركناش، صافي الله يسهل عليكم، سيروا لعبوا بعضياتكم التورنوا ديالكم، بقيتو بقى شي صد فراق ما عرفتش شحال بقيتو، صافي باين شكون غادي يديها، راه مول الكرة مول البالون غيديها. الافتتاح بدا هو الصراع والفتنة وتقسيم البلد الجار اللي حنا هما الجيران ديالهم المغرب، على لسان من؟ لسان واحد الشخص اللي كان الاب ديالو كيناضل، وكان الاب ديالو اللي هو مانديلا اللي كيشهد ليه التاريخ ديالو بالعلاقة الحسنة مع المغرب، وكيشهد التاريخ ان المغرب عاونهم بزاف، وهو كان سبب من الاسباب ان جنوب افريقيا اتخذ الاستقلال ديالها. هو المغرب، التاريخ ما يمكنش تغيره وما يمكنش تكذبه وما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش تزور فيه شي حاجه، من غير الجزائر اللي كيزوروا كل شيء وكيكذبوا في كل شيء. جابوا ولد مانديلا مع تعاطاو ديال الفلوس، وجا دا كيقول لك المغرب الصحراء، ما الصحراء فلسطين، وما عرفتش فلسطين فين جات، وخدام كيدوي عليها بكل وقاحه بكل وقاحه. راه زعما شي حوايج لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي نقطه. النقطه الثانيه هو ان السب والقذف اللي تعرض ليه الشعب المغربي من الجزائريين، انا غنوريكم الفيديو، ها نتوما سمعوا معنا الفيديو، سمعوا الفيديو وشوفوا مزيان وحكموا، راه معاه من شكون حدانا الجيران اللي عايشين حدانا، سمعوا مزيان. هانتوما سمعتو مزيان، الجيران ديالنا كيعايرو فينا عين بين بالبنان، هو كيقولك الكلب الى ما وصلش اللحمة يقول عليها خانزة. نفس الحاجة المش، حنا نقولش المش المش شي حاجة نقية ومذكورة عندنا وشي حاجة مزيانة، هو نقولو غنقولو المصطلح ديال الكلب، الكلب ما كيوصلش اللحمة كيقول عليها خانزة،
الجزائر عندهم مساكن نقص في البنان، وعندهم نقص في جميع الفواكه من الحليب والاخر كيوقفوا عليه يديروا السربيس من زدكادة، الخبز كيديروا عليه السربيس من زدكادة، البنان عندهم أمنية يلقاو وتباع عندهم ويشريو. وباش لو كاين باش ان افتتاح ديال الصان تبداو بالسياسة تهاجموا المغرب تكملوها تسبونا وما خليتو ما قلتو فينا وحنا ما فايقينش ليكم من النعاس. هذا هو المشكل، اننا حنا ما فايقينش ليكم من النعاس وما دويناش عليكم. حنا حاجه سير قجع الله يرضي عليه الاجراءات القانونيه ديالو زمتكم ما تسرطاتش ليكم ما بغاتش تدوز ليكم، وانتم راه خرجوا على السيطره. انا بالنسبه لي خرجوا على السيطره، هذا الشيء اللي نقدر نقول. حاجه واحده اخرى بالنسبه ليا اللي هي باش نقول لك اللي كداول بالله شي غادي نشوفها نبارطاجي معكم، واحد الافتتاح اقسم بالله الا انا وبزاف ديال الناس ما عارفينش لا شنو تر افتتاح، لا وقتاش اصلا غيكون الماتش ديال الافتتاح، لا وقتاش غيبدا الصان، لا شكون لاعب فيه لا شكون ما لعبش فيه. حنا حاجه وحيده كنا عارفين وان المنتخب ديالنا ما لعبش في الصان. وقتاش غيبدا الله اعلم. خرجوا لي باج بزاف اللي هما جزائريين وباجات واحد اخرين وصحف اللي خداو شويه ديال الفوتات، خداو الفوتات من عند السلطات الجزائريه باش ينقلوا واحد الخبر. اسمعوا المغاربه الاكثر مشاهده لحفل افتتاح الصان بنسبه 29 مليون مشاهده، ثم الجزائريين بعد المنظم بنسبة 27 مليون مشاهدة، وفي المركز الثالث مصر ب 16 مليون مشاهدة. أنا مخي حبس، والله لا مخي حبس. أنا راه بقالي منتخب مغربي في كأس العالم محاول حتى 10 مليون مغربي ولا 15 مليون مغربي تفرجوا فيه. أنا ما عرفتش نقدر نقول لك وصل الطوب كاع 20 مليون مغربي تفرج، أو 30 مليون مغربي تفرجوا فيه، ولكن راه كأس العالم، راه المنتخب المغربي هذاك. وصلنا للدومي فينال مع احسن رباعي في العالم، بجي تقول المغاربة اكثر مشاهدة افتتاح الصان، اقسم بالله ما شفتو وما عرفتوش وقتاش كان حتى شفت هاد التصويرة هادي. ما يمكنش هاد الناس راه انورمال، والله هاد الناس غير طبيعيين غير طبيعيين البتة. شي حوايج كيقولوهم راه هارب لهم. تاني حاجة واحد المسرحيه شفتها دارت في سميتو في واحد التيران، قال لك دخل المنتخب السودان وقال السودان ما عرفت شكون، وقال لك حقا ما تحقا المغرب ما جاش، صافي السودان ربحتنا 3-0. حنا ما مشاركينش، كيفاش دخلينا معكم حتى في هذه المسرحيه وفي هذا التخربيق؟ راه الكاف والفيفا اعتبروا الماتش ديال المنتخب المغربي والسودان مباراة ملغية ودات في موقع رسمي للكاف، الوغ هاد الشيء ديال الترتيب باش يديروا المغرب في الترتيب ويديروا شي راه امبوسيبل. لان لاحظت واحد الحاجة، ان بزاف ديال المعلومات كتروج اللي هي غلط، والجزائر اللي كتحاول تلعب عليها بزاف. علاش؟ لان ضرات بزاف وغينزلوا عليها عقوبات كثيرة، لان ما سمحاتش المنتخب الوطني باش يشارك ودار الحجة ودار عليهم الدليل استرجاع. حاولوا يجعلوا ان المنتخب المغربي هو اللي ما حضرش. باش نتفاهموا على واحد النقطه، حنا ما لاعبينش بطوله وطنيه، كنلعبوا بطوله وطنيه لعبه فرقه مع فرقه في الجزائر ولا في المغرب فرقه مع فرقه. مين ما كتجيش وكيتعذر عليها ان تجيش كتوصل من ساحبات وكتشارك وتعتبر ان ثلاث نقاط لهذيك الفريق الاخر. هذا راه كاس الشان، هذا راه ماشي دوري محلي، هذا راه دوري افريقي اللي هو غير معترف به. انا لقيت واحد ستاتي مكتوبه صراحه عجبتني، انا نقراها لكم. قالك موقع رسمي للكاف، المغرب والسودان 0-0 ماشي 3-0 الله يخليكم. علينا ان ننتبه جميعا لاي نوع من المعلومات تروج. تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتيجة مباراة لم تلعب اساسا تمنح فوز للمنتخب السوداني، في اعتقادي كان علينا ان نتوقف عند انه تهدر علينا السفر ونندد بالهتافات العنصرية لا غير. وتداول معلومة خاطئة، ظن البعض انها عادي والحقيقة انها احتسبت نتيجة، يعني ان المغرب ينسحب والعقوبة ستكون عليه، والجزائر بدورها
تسعى لإيجاد فوات ثابت لحدوث الساعة، أن الجزائر تنتظر عقوبات ثقيلة وتافهة حفل الافتتاح كانت في صريح المغرب. من الناحية القانونية للمغرب، أما معنويا غادي نقولوا عيب وحشومة داكشي اللي وقع. الموقف المغربي في تقديري كان منهجيا، وداكشي اللي خصو يكون. أنا عاد تصطات في هذه قريشة عجبتني بزاف. الجزائر عشي واكلين بقرة ما كينعسوش دابا الليل والنهار، المسؤولين ديالهم ما كينعسوش الليل والنهار، راه كيفيقوا بينا وكينعسوا بينا. راه ميمكنش، راه عرفتي راه قربت تخرج شي اوردونونس في دواء من اجل المغرب، دواء النوم من اجل كابوس المغرب. بزاف هاد الناس دابا، عرفتي كيلاو عصب بزاف، ما سمحوش الطياره ديالنا تدوز، المنتخب ما مشاش، شبعوا في الناس بان دخلوا السياسه في الكره الان تيرد نورمالمون. المغرب دار بهم تقرير ودار بهم رفع بهم رابور اللي هو اعلى اعلى مستوى. الكاف غادي تحقيق في هادشي اللي دار. هما مازال بالنسبه لي انا داروا الضحك في راسهم، ومازال يضحكوا في راسهم. هما منساوش عشرة واحد 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 الفضيحه، انا غير وريها لكم. انت شوف واحد حاجه سميتها المتاهه الجزائريه، راه قدر داروا ديك اللعبه ديال الحنش، عرفتي ديك اللعبه ديال الحنش كتشم غادي وكتا تلعب فيها وغادي الحنش كيخرج من اللي وزيد طوال ويزعج من اللي ودوز من هنا ومشي طوال وغادي، وداروا لهم المتاهه ديال الحنش. راه ميمكنش، راه عرفتي داروا قوة الكرياج باش دوز وصل البلاصة باش تدخل للتيران. راه ميمكنش، راه خاص تبقى غادي والدور من هنا. تفرجوا في هاد اللعبة، هادو جزائري كيلوي لعبة الدودة. واش شحال من الكرياج خاصك دوز اصاحبي باش توصل؟ راه ميمكنش اصاحبي، والله انت تسخف. شو التيران في الاول كوميديا وحق الكوميديا. ممكن تخيل هذا الوقت كامل كدور. والله انا مع بالنسبه لي الماتش بعدي من ندير والله جد الناس راه هاربين بزاف. انا كنتمنى لهم الشفاء العاجل والقريب. العقده ديال المغرب غتبقى واحد اليوم هنا. ما كندويوش عليهم وكيدويو علينا، ما كنسبوهمش وكيسبونا. حنا تقول لك انا شوف درت هذا الفيديو درتو بعد ما ندير. المغاربه كلهم مساكن جاوبوا، لكن فرح المغاربه كلشي جاوب بادب، كلشي جاوب باخلاق عاليه باش يبينوا المستوى ديالنا حنا كمغاربه وكيفاش تكون ردة الفعل ديالنا والمستوى ديالهم. وجوك اذا نطق السفيه فخير جوابي السكوت، ولكن هذه كتكون في حاله وحده. ولكن حنا راه السفيه هذا السفهاء ما بغاوش يسكتوا، راه ما يمكنش. انا كنت كنقول ان الشعب الجزائري لا حنا خوال حنا، ولكن باش تشوف تيران عامر 50,000 متفرج و 60,000 متفرج كيسبوا فينا. اخويا الخوال شبعوا بها، الخوال اللي تجي منا العيب بعدنا ما نديرو له، والباب اللي كيدخل منو الريح ابط عليه وسد. البوجور ديالكم.